وحول بيان هيئة علماء المسلمين في العراق المتعلق بحملة الإبادة الجماعية التي يقوم بها النظام السوري والاحتلال الروسي، ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان عضو هيئة علماء المسلمين في العراق الدكتور ثامر العلواني. مرحبا بك معنا دكتور. الهيئة طالبت في البيان الذي أصدرته بشأن إدلب، طالبت الجهات والفعاليات في العالم الإسلامي بمؤازرة الشعب السوري في محنته التي يتشارك فيها النظام مع الاحتلال الروسي. هل هذه المؤازرة كافية برأيك؟ حياكم الله في الكلام. أولا بيان الهيئة يوم أمس هو مناصرة وتضامن مع الشعب السوري الذي يذبح أمام العالم الذي يحتكم للأسف إلى شريعة الغاب. القوي يأكل الضعيف ولا يسمح للضعيف المظلوم أن يطالب بحقه. فالهيئة من باب الواجب الشرعي والأخلاقي والإنساني دعت الهيئات والجهات والفعاليات وخصوصا الشرعية منها إلى أخذ دورها الحقيقي إلى مؤازرة الشعب السوري الذي يذبح بدم بارد وبأبشع الوسائل وبالأسلحة المحرمة دوليا. ولم يقتصر البيان طبعا على المؤازرة فقط، فالبيان كان واضحا في توجيه رسالة النوم ومحاولة لإحياء الضمير النائم لدى الأنظمة العربية والعالمية التي تخلت عن القضية السورية وتركتها في وسط الطريق، فلم يعد لها ذكرا حتى في اجتماعاتها. أما المؤازرة التي دعت لها الهيئة فهي حملة شعبية إعلامية ومادية كبيرة بحيث تكون حديث الشارع وإجبار العالم على أن يسلط الضوء على النكبات والمآسي الكبيرة التي تصيب الشعب السوري بسبب نظامه المجرم والاحتلال الروسي والإيراني. نعم دكتور ثامر، يعني برأيك لماذا هذا التصعيد من قبل النظام السوري والاحتلال الروسي في مناطق من المفترض أنها يعني مشمولة باتفاق بين قوى إقليمية ودولية بخفض التصعيد؟ التصعيد الهمجي والقصف العشوائي البشع الذي تشهده المناطق المحررة الخاصة محافظة إدلب له عدة أسباب، لكن أهم سبب لها هو أنها وسيلة فقط للخضوع لما تريده روسيا. لأن الروس ونظام بشار المجرم ومعهم إيران أيضا كلما فشلوا في تحقيق أهدافهم وعجزوا عن وجود حلول للوضع القائم في سوريا سواء في المناطق التي تخضع لسيطرتهم أو فيما يتعلق من الاتفاقات الدولية يحاولون الخروج من هذا العجز وهذا الفشل من خلال ارتكابهم الإجرام العسكري لإثبات القوة والوجود للنظام السوري المتهالك أصلا. لذلك يتجهون للتصعيد العسكري والقصف الجوي على المناطق التي لا تخضع لسيطرتهم لإفادة الجميع سواء كان بشر أو حجر، أطفال، نساء، رجال بدون استثناء وبأبشع الأسلحة المحرمة دوليا في محاولة طبعا كما قلت للهروب من الفشل الذريع والمأزق الذي وقع فيه الروس ونظام بشار والإيرانيين في سوريا على مدار 8 سنوات متواصلة. فمثلا نظام الأسد منهار اقتصاديا وعسكريا وأمنيا وأخلاقيا بالإضافة إلى أنه مركوب دوليا ويعاني هو نفسه هذا النظام من النفوذ الإيراني والروسي في كل المناطق التي ظاهرا يتخضع لسيطرة النظام، ولكن بالحقيقة ليست هناك سلطة فعلية للنظام عليها، حتى أنه فشل في توفير احتياجات الناس وتأمينها في المناطق الخاضعة لسيطرته. ارتفاع الأسعار، معدلات الفقر كبيرة جدا، فهناك حالة من التململ والتمرد على النظام في هذه المناطق. أما الروس فقد وقعوا في مأزق الفشل السياسي والعسكري أيضا، ولذلك هم يختارون اللجوء إلى الحرب وبأبشع الوسائل وبهذا التصعيد الإجرامي الذي نراه كل يوم على مدار الأيام الماضية. دكتور ثامر، يعني برأيك لماذا لم يصدر أي موقف من الأطراف الضامنة لما يسمى باتفاق خوض التصعيد في سوريا، وهو طبعا ما ينطبق على موقف مجلس الأمن والأمم المتحدة؟ للأسف الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي لا يستطيعون أن يقدموا شيئا للشعب السوري سوى الإحصاءات والتقارير الإعلامية والتوصيات، هذا في أعلى درجات الإمكانية عنده، لأن الأمر له علاقة بما تسمى الدول العظمى، وهذا هو السبب الحقيقي لاستمرار مأساة الشعب السوري. الأمريكان لا يريدون إنهاء الملف السوري، لذلك هم يستخدمون
الشد والجهد مع الروس. مجلس الامن الدولي دعا الى الاسراع في التحرك من اجل انقاذ ملايين الناس في محافظه ادلب. هناك اكثر من 60 تقرير حول الوضع في سوريا وعشرات الجلسات التي تكون مئات الجلسات. السؤال الاهم هو ماذا فعلوا تجاه المجازر الجماعيه باستخدام الاسلحه الكيميائيه؟ هل فعلا تحركوا لحمايه المدنيين؟ هناك كارثه انسانيه كل العالم يعرفها. القتلى يوميا اعدادهم تزداد ولم تتحرك لا الدول الضامنه ولا المهاجره ولا حتى الصديقه. اما البراميل المتفجره والتسكور الاثياب والاباده الجماعيه تحت الشعب السوري على يد الاحتلال الروسي ونظام بشار الاسد وحكومه طهران وميليشياتها، وللاسف طبعا الانظمه العربيه تختلف مشاكل وازمات داخليه او فيما بينها، هي غنيه عنها، لكن يبدو ان الخور والاطماع الشخصيه زادت امام الوحده والتكاتف ونصره الحق والوقوف مع الشعب السوري. لهذا ما يعانيه الشعب السوري والوطن العربي اغلبه. الدكتور ثامر العلواني عضو هيئه علماء المسلمين في العراق كان معنا من عمان، شكرا جزيلا لك.